يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله طائفتين أنها لكم
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما Oh.
وإن تنتهوا فهو
فَأَوَاكُمْ
قد سمعنا لو نشاء
سبعون
لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ألم ترى إذ يتوفى كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة يضربون وجوههم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم
السميع العليم.
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن من والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الله بما تعملون بصير. والذين
إن